اذهب لمباراة ضمك والفيحة. ايضا هنا اوردنا حالة تعتبر من أسوأ الحالات الإدارية في إدارة الوقت البدل الضائع، حكم المباراة أعلن عن 8 دقائق في الشوط الأول كوقت ضائع، وهذا وقت مبالغ فيه. هناك توقف من أجل إصلاح الشبك استغرق بالضبط 4 دقائق، وهناك يعني توقفات بسيطة لا تزيد عن دقيقة، وإن بالغنا فنذهب إلى 2، بمعنى أنه أقصى وقت ممكن توصل له المباراة في الشوط الأول 6 دقائق. 8 دقائق إيش نتج عنها؟ هدف، تسجيل هدف لنادي الفيحة في الدقيقة 53 و17 ثانية، يعني أوفر على الوقت المحتسب. أيضا إنذار لمدرب ضمك وطرب لمساعد ضمك، أيضا من تسبب في كل هذا الجدل حكم المباراة. أيضا رسالة للحكام سواء سعودي أو أجنبي، لا تذهب إلى دكة الاحتياط، أعلن عن نهاية المباراة في وسط الملعب وغادر من أقرب نقطة لغرفة تبديل أو الراحة بالنسبة للحكام. ذهابك إلى النقاش مع الاحتياط في نهاية الشوط الأول شوف نتائجه، إنذار ومن ثم تراه طرد، وممكن أن اللاعب حتى هذا يتضرر أو أي لاعب ثاني. يجب على الحكام أن يديروا مبارياتهم بأقل الخسائر.